الأمين العام للأمم المتحدة يضع إكليلا من الزهور على مقبرة الجنود الذين ضحوا بأرواحهم في عمليات إحلال الأمن والسلام تخليدا لذكرى أرواحهم. وزير البيئة والمياه والصيد يقدم بيانا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، وشعار هذا العام هو محاربة التلوث البلاستيكي نظرا للأضرار الجسيمة التي يخلفها على التربة. وقوات الدفاع والأمن تتمكن من إلقاء القبض على متخصصين في تزوير الوثائق الشخصية بإقليم مندل. السادة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم من الفضائية الشادية وأقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء. أشرف مؤخرا في الأيام الماضية الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتاريس على حفل وضع إكليل من الزهور على مقبرة الجنود الذين ضحوا بأرواحهم في عمليات إحلال الأمن والسلام بالمنطقة. جرت المناسبة بمدينة نيويورك الأمريكية بحضور ممثلي الدول التي ساهمت بإرسال وحدات عسكرية بهذا الشأن. محمود موسى الفيل والتقرير. في كل عام فإن منظمة الأمم المتحدة تخلد ذكرى الجنود الذين لقوا حتفهم في مختلف عمليات إحلال السلام وبسط الاستقرار، وعليه فقد شهد الحفل الذي نظم في هذا الأسبوع بمقر الأمم المتحدة بهدف وضع إكليل من الزهور على مقبرة الجنود الضحايا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس. وتأتي هذه المناسبة اعترافا بهؤلاء الجنود الذين فقدوا أرواحهم خلال هذا العام من أجل السلام. وعقب ذلك قدم الأمين العام للأمم المتحدة أحر التعازي إلى أسر الضحايا وحكومات بلدانهم. ومن ناحية أخرى فقد أكد أنتونيو غوتيريس التزام المنظومة الأممية بفرض وجودها رغم التحديات من أجل بسط السلام في العالم، كما أشاد أيضا بالعمليات الميدانية التي يقوم بها الجنود التشاديين بكل شجاعة وتفاني لأجل أداء المهام التي أوكلت إليهم في دولة مالي. هذا وأن الجنود الذين لقوا مصرعهم خلال هذا العام هم 11 جنديا تشاديا تم تكريمهم بوسام ضابط الاستحقاق الوطني، وذلك بحضور الممثل الدائم لتشاد بالأمم المتحدة مصطفى علي أليفي. وللإشارة فإن عبر هذا الاحتفال التكريمي السنوي فإن منظمة الأمم المتحدة تعبر عن اعترافها للقوى الأمنية على الشجاعة والمعنويات العالية، كما تنتهز هذه الفرصة لتعزي أسر الجنود الذين سقطوا في ميدان الشرف لأجل السلام العالمي. للتذكير فإن هذه المناسبة كانت بحضور ممثلي الدول التي ساهمت بإرسال وحدات عسكرية في عمليات إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة. يصادف يوم غد الخامس من يونيو لكل عام اليوم العالمي للبيئة، وبهذه المناسبة قدم اليوم وزير البيئة والمياه والصيد صديق عبد الكريم حجار بمكتبه بيانا تحدث فيه عن أهمية الاحتفال بهذا اليوم، ويحتفل هذا العام تحت شعار بشعار محاربة التلوث البلاستيكي نظرا للضرر الذي تخلفه النفايات البلاستيكية على المدى البعيد على البيئة. نتابع بيان الوزير. يوم 5 شهر 6 2018 يوم عالمي للبيئة، وهذا اليوم خاص خطو لي يكمباترنا بوليسيونا ليدا وأمبلاش بلاستيك بيسي موت في الحيوان في البحر موية لأنين نشرب ذاته كي خلاص عنده فوق سالتانا بلاستيك كل شيء، عشان ده نقول شغل ده ما كويس. زي ما تعرفوا أننا في تشاد سلنا قرار، وقرار ده من 2014، وبلاستيك ده كله كي أمبلاش سواء انتردي، ولكن في جمعنا ده ما في هسه الناس ما قاعد يستعملوا، لكن برا ده الناس ده كله قاعدين يستعملوا امبلاش بلاستيك. عشان ده نقول لهم شغل ده وقفوا، اديناهم اسبوعين عشان الناس اللي عندهم امبلاش بلاستيك يمشي انتو لي ميريدور ديتروير الما سوا من هنا اسبوعين ده انينا نشيلوا مسؤوليتنا، نمشي نفتش الناس اللي عندهم ده كله نتقربوا وهم ده كله نشيلوه وهم ذاته يتراجعوا في جستيس. كما قدم اليوم الأمين العام لجمعية المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة في تشاد أبا داود نانجيدي بيانا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة،
وقد شدد على ضرورة منع استخدام الأكياس البلاستيكية بحيث أنها تضر بالتربة. نتابع جزء من حديثه في ميكروفون هارون أبا آدم. كل ما يوم 5 شهر 6 العالم تتفل يوم العالم عن البيئة. تم هنا السنة قلنا ننادل للكوشو الليدا يكون ما فيه أفيدا. أننا نقول لكم الليدا هي خطيرة للأرض. ما بخلي الأرض المي تدخل في الأرض ولا الأرض ذاتها كي تنفس. في دا قلنا واجب التوعية نسوء التوعية للشعب. خلي بخلو استعمال هنا الليدا. خلي حكومة شالت قوانين اللي بقولوا قال الممنوع الجابين الليدا واستعمال الليدا ممنوع. أما اليوم في نيمينا كان أنتو فكرتوا معنا اليوم الليدا يعني خلاص انبانت بطن. أما بس كان قلنا نقولوا الليدا انترديد. ما بس ليدا أما بس عندنا كوشو يعني مش البيني ولا مش الشامبر اير. كل الناس بتشو أم تبولبول وبدوروا حديد الفلوبة. ده ساعتك خطورة مرة لأن ده بس بيسبب الوطاء يبقى هامي. خلي أي وايد خلي يفكر لأن الأراضي الحاسة عليهم قارين نقولوا خلي ما نتعاملوا فوق الليدا ده. هي دي بس القاتة عايشنا وهي دي بلتنتينا علمي. ولا حكومة نقول لها خلي الميزير اللي هي شالتها الانتردير للليدا ده خلي الميزير ما يجيب بس فين جمعنا لأن الشات ده ما نجمعنا ويدا ما فيه. خلي الميزير ده يكون كله في الأراضي أنا بعد. ونذكر مشاهدينا بأنه في نهاية هذه النشرة سنقرأ على حضراتكم بعض المراسيم الرئاسية. تمكن رجال الدفاع والأمن بمدينة كمرى من إلقاء القبض على متخصصين في تزوير البطاقات الشخصية حيث تم تقديمهما إلى المسؤولين المعنيين بهذا الشأن. كان ذلك بحضور حاكم الإقليم عيسى الجدي وعدد من معاونيه. تقرير عائشة أحمد دوقي. إنه الفني جولي تسلا البالغ من العمر 33 عاما من الوحدة الإدارية التابعة لمقاطعة فيانغا بإقليم مايوكيبي الشرقي. هو يمثل رأس الإصابة التي تقوم بتزوير البطاقات الشخصية ومعه واحد آخر يدعى بوبا أبا كاو يبلغ من العمر 21 عاما من مدينة كمرة حيث ألقي القبض عليهم وبهوزتهم أجهزة إلكترونية متمثلة في 4 من جهاز كمبيوتر وجهاز تصوير وسحب ومفتاح الـ USB تعينهم في خدمتهم. رئيس قسم المباحث لمدينة كمرة العقيد محمد ساير قال بأنهم تمكنوا من القبض على هذين الجانيين أثناء قيامهم بدورات داخل المنطقة حيث وجدوا بطاقات مزورة في أيدي المواطنين الأمر الذي جعلهم يبحثون عن مصادرها والكشف عن مخططاتهم. حاكم إقليم مندول إيسى الجدي وصف هذين وممارسة التزوير أخطر من قطاع الطرق مبديا أسفه من سكان المنطقة لعدم تعاونهم مع رجال الأمن مقدما شكره إلى رجال الأمن على ما قاموا به من جهد في سبيل منع وقطع الطريق أمام العابثين. ونبقى بإقليم مندول حيث شهدت مؤخرا مدينة كمرى حفل تنصيم الأمين الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ. شارك في الحفل الكثير من المناضلين وبعض من ممثلي الأحزاب المتحالفة. حاكم إقليم مندول عيسى الجدي هو من رأس الحفل. تقرير منى حسن سكايا. احتشد جمع كبير من مناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بساحة الاستقلال بمدينة كمرى وذلك لأجل المشاركة في حفل تنصيب الأمين الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ. جاء هذا التنصيب بقرار الحزب رقم 068 للمكتب السياسي الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ الصادر بالتاريخ 25 من مايو لهذا العام بعد صدور قرار بإيقاف 3 أمناء إقليميين منهم الأمين الإقليمي للاغون الشرقي والأمين الإقليمي لمندول وإقليم جيرا بارتكابهم أخطاء إدارية. كما تخللت المناسبة كلمة رئيس اللجنة المنظمة دابولاي بانشيا ماري الذي شكر أعضاء الحزب بهذا الإنجاز والذي عدد كل هذه الإنجازات خلال 5 سنوات مضت. أما الأمين الإقليمي الجديد المكلف بالتوعية الاجتماعية آلان ديمباي غاريانار مقدما شكره للسلطات العليا على الثقة التي أولاه إياه وطلب من الأعضاء التكاتف سويا لأجل لإنجاح العمل بصورة مطلوبة. هذا وفي نهاية الحفل نصب رسميا الأمين الإقليمي الجديد من قبل كوماغوتو بايتام
عضو المجلس الوطني للحركة الوطنية للإنقاذ. وإلى إقليم بحر الغزال، حيث عقد مؤخرا حاكم الإقليم أحمد حسن لقاء عمل توعوي مع مسؤولي الإقليم حول المسؤولية التي أوكلت إليهم وأدائها على أتم وجه. تقرير حليمة السعدية يعقوب. عقد حاكم إقليم بحر الغزال أحمد حسين لقاءات مطولة بعدما قام بأخذ لقاءات مماثلة مع مختلف المسؤولين الإداريين والمدنيين والعسكريين والشيوخ التقليديين، فقد جاء أخذ هذا اللقاء مع التجمعات النسوية والروابط الشبابية وممثلي الديانات الإسلامية والمسيحية. هذا وفي مستهل اللقاء طلب الحاكم من كافة ممثلي التنظيمات الثلاثة النسوية والشبابية والدينية تحمل مسؤولياتهم والعمل معا في تحقيق التنمية في البلاد، كما ناشد رجال الدين على توسيع دائرة التوعية وإغرار مبدأ التعايش السلمي بين كافة أبناء الإقليم. أما فيما يتعلق بجانب الشبابي فقد طلب الحاكم أحمد حسين من الفئات الشبابية النهوض بكامل الهمة والتطلع إلى الآفاق المستقبلية، وذلك أن رئيس الجمهورية وعد الشباب وفتح أمامهم مجالات عدة وخصوصا بعد ميلاد الجمهورية الرابعة، وعليه يجب على الجميع القيام بهمة عالية في خدمة الوطن والمواطنين. وفي إقليم بوركو نظمت مؤخرا المندوبية الصحية بالإقليم ملتقا حول الصحة، وذلك بالتعاون مع وحدات القوات المشتركة، وشارك في اللقاء بعض من منظمات المجتمع المدني وممثلين عن الطب البديل. كان ذلك بحضور حاكم الإقليم داود حماد. تقرير ابتسام موسى بصوت عبد القادر هارون محمد. تسعى الحكومة دوما مع شركائها التنمويين من أجل توفير الخدمات للمواطنين وخصوصا في مجال الصحة. وفي هذا الإطار فقد نظمت المندوبية الصحية لإقليم بوركو ملتقى حول الصحة، وذلك بالتعاون مع مفرزة القوات المشتركة المتواجدة بإقليم بوركو. بدوره المندوب الصحي لإقليم بوركو صالح كوري قال بأنه بموجب أهمية الطب التقليدي وبوجود الصيدليات العمل معا في توفير الأدوية للمواطنين، ومضيفا في حديثه بأن السلطات العليا بالبلاد تهتم بمجال الصحة العامة. حاكم إقليم بوركو داود حماد بشير قال بأن هذا الملتقى يدخل في سياسات الحكومة الرامية في تطوير القطاع الصحي بالبلاد. وللإشارة فإن تنظيم مثل هذا الملتقى الذي أقامته المندوبية الصحية بإقليم بوركو يدخل في أجندة التنمية الاجتماعية وازدهار الإقليم. ونبقى في أخبار الأقاليم، حيث قام مؤخرا محافظ مقاطعة سيلا برفقة ممثلي منظمة الأمومة والطفولة اليونيسيف بزيارة إلى عدد من مخيمات اللاجئين بالمنطقة، وذلك بهدف الوقوف على أوضاعهم. تقرير ياسر محمد أحمد. ترانيم وأناشيد تتبعها صلوات كانت البداية للورشة التنويرية لمكافحة حمى الملاريا التي لا زالت تشكل خطرا كبيرا رغم الجهود الجبارة التي بذلت من قبل الحكومة وشركائها. ورشة دعمها المجلس الوطني الأعلى لمكافحة السل الرئوي والإيدز والملاريا، ونفذها التحالف الكنسي لصالح عشرات الأمهات باعتبارهن الأكثر معاناة من هذا المرض. السيدة ماري إديغلاي أثنت على جهود المجلس الوطني المعروف اختصارا HCNC، موجهة نصائح للحاضرات باغتنام هذه الفرصة للتعرف على كل ما هو غامض في كيفية وأعراض وطرق الوقاية من هذا المرض. وقبل افتتاح الورشة رسميا أعطت السيدة دولومسو فاكادي سولانش شرحا مفصلا عن دور المجلس الوطني الأعلى لمكافحة الأمراض الثلاث، مؤكدة أن المجلس جاهز لرفع كل الطلبات والاقتراحات للشركاء لدراستها وتقديم العون للمستحقين، معلنة بذلك افتتاح أعمال الورشة التي ستستمر إلى أجل غير مسمى كما يبدو. كان ذلك تقرير الزميل سعيد أحمد حول مكافحة الأمراض الثلاث. وبالعودة إلى الخبر السابق، قام مؤخرا محافظ مقاطعة سيلا برفقة ممثلي منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة اليونيسيف بزيارة إلى عدد من مخيمات اللاجئين بالمنطقة، وذلك بهدف الوقوف على أوضاعهم. تقرير ياسر محمد أحمد. هذه المناسبة تتزامنت بالاحتفال باليوم العالمي للنظافة الذي جاء تحت شعار نهاية قضاء الحوائج في الأراء،
وذلك تماشيا مع حماية البيئة الخضراء التي قام بمبادرتها منظمة غير حكومية تير فيرت. هذا وقد تم تمويل مشروع الأرض الخضراء من المنظمة الأممية لأجل إسهام والوقوف والمشاركة مع الحكومة في خلق بيئة نظيفة لهؤلاء اللاجئين في مواقع مخيماتهم. هذا وقد تداخلت ممثلة المنظمة بأن هذه الخطوة تعتبر خطوة إيجابية بحيث تمكن اللاجئين عدم قضاء الحوائج في الآراء. وأضاف الدكتور إليت جان بوسكو بأن هذه العملية تعد حماية للبيئة الخضراء. أما ممثلة وزارة البيئة والمياه والصيد جامباي أديكيمباي قالت بأن البيئة والنظافة هما عنصران أساسيان في المجتمعات ويجب المحافظة عليهما. أما محافظ محافظة سيدو الكبرى محمد صالح شريف فقد رحب بهذه المبادرة الرامية إلى غرس ثقافة نظافة البيئة من الشوائب عبر هذا المشروع الذي هو في الأساس حماية أنفسهم من الأمراض المتنقلة، وذلك وفق الخطة الوطنية التي خططت وأعدت في برنامج التنمية من هنا وحتى عام 2030 بهدف الوصول إلى تشاد التي نريدها. وإليكم هذا الخبر الذي وصلنا للتو، حيث نظمت ظهر اليوم المجموعة أوان الدولية يوما إخباريا وتوعويا لصالح أعضاء الجمعية الوطنية حول تطوير زراعة القطن في تشاد. نتابع التقرير التالي مع الزميل محمود حسن سمبو. عقد استراتيجية الشراكة الجديدة الموقع بين الحكومة التشادية ومجموعة أولام الدولية في مجال تطوير زراعة القطن التشادي الذي يهدف إلى ارتفاع نسبة إنتاج القطن إلى 300 ألف طن بحلول عام 2023 بخلاف الإنتاج الحالي الذي انخفض إلى حوالي 20 ألف طن في السنوات الأخيرة، والذي تأكد ذلك خلال هذا اليوم الإخباري والتوعوي الذي نظم لصالح نواب الجمعية الوطنية حول الشركة الجديدة قطن تشاد. قال فيه وزير المناجم والتنمية الصناعية والتجارة وترقية القطاع الخاص يوسف أبا صلاح إن خطة التنمية لهذا القطاع التي ترتكز على رفع الإنتاج فإنها تركز أيضا على تنفيذ عدة مجالات أخرى من بينها التمويل الكامل للحملات الزراعية بنسبة 100% من قبل مجموعة أولام الدولية. لذلك فقد أشاد الوزير بأن برنامج هذا العقد ينطبق وسياسة رئيس الجمهورية إدريس تبي إتنو القائمة على تنمية الاقتصاد ليس فقط على الموارد البترولية إنما على الموارد الزراعية. لذلك فإن الحكومة التشادية قد جعلت عملية إنعاش قطاع القطن ضمن أولوياتها. النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية موسى خدام الذي أطلق فعالية هذا اليوم الإخباري قال إن التعهدات التي اتخذتها مجموعة أولام الدولية فيما يتعلق بتخصيص نسبة 5% من رأس مال شركة قطن تشاد مجانا لمزارعي القطن سيسهم مساهمة فاعلة في تطوير هذا القطاع. الخبراء الذين تناولوا الحديث أمام النواب أكدوا بأن مجموعة أولام الدولية ستعمل بحسب العقد المبرم بين المجموعة والحكومة، لأن للمجموعة خبرات كبيرة في عدد من الدول الإفريقية، علما بأن نسبة تشاد هي 40% وأن نسبة المجموعة هي 60%. ثقافيا، نظمت مساء أمس فرقة جورنا للرقص حفلا شعبيا على شرف كلم من جان برنارد باداري وكالزيبي بايمي دي بي. جاءت هذه الفرقة خصيصا من بالا حاضرة إقليم مايوكا بالشرق لإقامة هذا الحفل. تقرير فتحية يوسف وقراءة منصورة يوسف. فرقة جورنا للرقص جاءت خصيصا من بالا حاضرة إقليم مايوكيبي الشرقي لتنظيم حفلا للرقص تشريفا وتكريما بحزينة شخصيا كل من جان برنارد باداري وكالزيبي بايمي ديبي بمناسبة تعيينهم في وزارة الدولة في البنية التحتية والنقل وفك العزلة ووزير الدولة أمين عام في رئاسة الجمهورية. ابتحاجا وتعبيرا بفرحتهم لهذه المناسبة حضر الحفل جمع خفير من أبناء وبنات مايوكيبي تشجيعا لهم على تحملهم المسؤولية. من جانبه تحدث جان برنارد باداري معبرا عن سعادته بهذه الفرحة الشعبية الكبيرة وتضامنهم له، مؤكدا أنه سيفعل كل ما بوسعه من أجل خدمة البلاد. كما أضاف فاشو إيتشيل شاكرا رئيس الجمهورية في أمانة الدولة وإعطائهم الثقة لخدمة الوطن. في ذات الإطار قدم المشاركين متداخلات مطالبين من خلالها المسؤولين الجد في العمل من أجل المشاركة الفعلية لتنمية البلاد.
رياضيا، افتتح اليوم رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية فعاليات الدورة التدريبية الفنية لمدربي المستوى الأول لرياضة تنس الطاولة التي تنظمها اللجنة الأولمبية التشادية بالتعاون مع لجنة التضامن. جرت المناسبة بأحد فنادق العاصمة الجميلة. تقرير آدم حسن المكاوي. تحديث وتطوير رياضة تنس الطاولة ورياضيها لحجز مكان في الألعاب الأولمبية بطوكيو، والأمر الذي أوجب الدورة التدريبية الفنية لمدرب المستوى الأول لرياضة تنس الطاولة بهدف تدريبهم للأخذ بيد هذه الرياضة نحو التميز والعالمية. ويشرف على هذه الدورة خبير الفيدرالية الدولية لتنس الطاولة نيكولا جيغون، الذي جاء خصيصا من أجل هذه الدورة ذات 11 يوما، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية ولجنة التضامن. وخلال حفل افتتاح الدورة التدريبية أشار رئيس الفيدرالية التشادية لتنس الطاولة أحمد عمر كوجي إلى أهمية الدورة في تنمية وتطوير رياضة تنس الطاولة على كافة ربوع البلاد، شاكرا اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية على تنظيمها هذه الدورة. أبكر جرما أومي رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية التشادية في كلمته الافتتاحية أفاد بأنهم في اللجنة قد وضعوا خطة وبرنامجا لتدريب المدربين للارتقاء بالأداء والجودة. بعد الفورماسيون فيدراسيون اتنيد تابلو كوميتي اولمبيك يعني نلوم مساوا نساعدهم عشان يدخلوا في لوب الهيلد ويفتشوا لنا الديتكسيون هنا يالات اللي يقدروا في 6 شهر 8 شهر يقدروا يمشوا في الكومبيتيشن ويدافعوا لنا دوله هجينا. دروس نظريه وتطبيقيه حول الاساليب الفنيه للعبه تنس الطاوله، فضلا عن تطبيقات عديده حول التدريب سيتلقاها المشاركون العشرين بالدوره في فتره الرابع وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري. ونبقى في الصفحة الرياضية، حيث أسدل الستار مساء أمس بثانوية فيليكس إيبوي على المسابقات الرياضية المنظمة من قبل رابطة جمينة للتايكوندو بمشاركة 15 فريق. تقرير عباس بكر مصطفى. أكثر من 150 شابا وشابة يمارسون رياضة التايكوندو ويمثلون 15 ناديا للتايكوندو لمدينة أنجمينة. شاركوا في نهائي دوري الرابطة في نسخته هذه المنظمة من قبل المكتب التنفيذي لرابطة أنجمينة للتايكوندو. مشاركة الرياضيين ركزت حول فنون الجديدة للتايكوندو والتي تعرف باسم بومس، كما استخدم أعضاء المكتب التنفيذي الفنون الجديدة للتحكيم الذي ساهم بشكل فعال في تقييم جهود المبذولة من قبل رؤساء الفرق والأندية. وعلى ضوء ذلك أعلن أعضاء المكتب التنفيذي بعض لاعبي الفرق الذين أحرزوا العديد من الميداليات كفريق فونداسيون تيو وإسبور وفريق إتوال وغيرها. لكن في الدنيا هناك ان شاء الله انتجريت سيت راما تاغوت تري نفسك خلاص انا ما ويسيب قال يا خدمه زياده اذا كنت زياده عشان نكيد من كان سيت زياده تقدر تغاردي كاباسيتي انا عشان شنو هو ان اسد بيكو شامبيون لكن يلا اخرين كدر شامبيون مشي فما يدور يا خدمه بلاصه كم يقدر تقدر اصلا علي انا نوريم قال لي من ما دابا كيدنا بدا بيكو شامبيون لكن دابا كيدنا بدا. المسابقة كانت فرصة لرابطة أنجمينة لتقييم أعمال المدربين وتوزيعهم شهادات شكر وعرفان، وأيضا عرض حصيلة تدريب الشباب لمدة أسبوعين. ونختم النشرة بقراءة هذه المراسيم الرئاسية، مرسوم رئاسي رقم 1347 يقضي بتعيين في مناصب مسؤولية بوزارة المالية والميزانية رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة باقتراح من وزير المالية والميزانية يرسم بما يلي: المادة الأولى، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماؤهم في مناصب المسؤولية التالية: إدارة الملكية وحفظ الأملاك العقارية والضرائب العقارية المديرة السيدة كومبو إيفلين، إدارة الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العامة الإدارة الوطنية للتأمينات المدير أحمد جانسون. المادة الثانية، على وزير المالية والميزانية تطبيق هذا المرسوم الذي يلغي كل الترتيبات السابقة المغايرة ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجزيرة في الجريدة الرسمية للجمهورية. أنجمينا 4 يونيو 2018، توقيع إدريس ديبي إتنو.
مرسوم رئاسي رقم 1348 وزارة التنمية السياحية والثقافية والحرف اليدوية، يقضي المرسوم بتعيين في مناصب مسؤولية بوزارة التنمية السياحية والثقافية والحرف اليدوية. إن رئيس الجمهورية رأس الدولة، رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، باقتراح من وزير التنمية السياحية والثقافية والحرف اليدوية يصدر المرسوم الآتي: المادة الأولى، عين السيد محمد إبراهيم سليمان مديرا لمكتب وزيرة التنمية السياحية والثقافية والحرف اليدوية خلفا للسيد إمبيا وسيم جي كوندير الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. المادة الثانية، على وزير التنمية السياحية والثقافية والحرف اليدوية ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم الذي يلغي كافة الأحكام السابقة والمخالفة له ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية. أنجمينا 4 من يونيو 2018، توقيع إدريس ديبي إتنو. مرسوم رئاسي رقم 1349 يقضي بتعيين في منصب مسؤولية بمكتب وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني. إن رئيس الجمهورية رأس الدولة، رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، باقتراح من وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني يرسم بما يلي: المادة الأولى، تم تعيين السيد عمر بن مالوم بلالة ليمان مديرا لمكتب وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني خلفا للسيد جيما سيدي مبايتولوم. المادة الثانية، على وزيرة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني وزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تطبيق هذا المرسوم الذي يلغي كافة الأحكام السابقة المناقضة له ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه كما يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. أنجمينا 4 يونيو 2018، توقيع إدريس ديبي إتنو. هكذا سيداتي وسادتي بهذه المراسيم نأتي وإياكم إلى نهاية النشرة. شكرا لكرم المتابعة، دمتم في أمان الله.